بعد تهديدات زعيم حزب الله حسن نصر الله لقبرص إن أقدمت على مساعدة إسرائيل في ضرب لبنان، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس يرد ويقول إن بلاده لا تشارك بأي شكل من الأشكال في نزاعات الحرب وأنها جزء من الحل وليست جزءا من المشكلة بحسب وكالة الأنباء القبرصية. تصريحات نصر الله ليست لطيفة ومثيرة للقلق ولا تتوافق بأي حال من الأحوال مع الواقع، وهو تقديم صورة قبرص على أنها متورطة في الأنشطة الحربية. فيما كان حسن نصر الله خرج في خطاب وجه رسالة تهديد صريحة لقبرص إن فتحت أراضيها لمساعدة إسرائيل في ضرب لبنان في حال وقوع حرب. بكلمة واحدة، أيضا في هذا المناخ، طالما مناخ كبير ومفتوح، يجب أن تحذر الحكومة القبرصية أن فتح المطارات والقواعد القبرصية للعدو الإسرائيلي لاستهداف لبنان يعني أن الحكومة القبرصية أصبحت جزءا من الحرب وستتعاطى معها المقاومة على أنها جزء من الحرب. وتأتي تصريحات نصر الله بعد إعلان الجيش الإسرائيلي موافقته على خطط عملياتية للهجوم وتهديدات بتدمير حزب الله وتوجيه ضربة قاسمة للبنان وسط قلق دولي من نشوب حرب شاملة.